سعدنا ان يكون معانا ضيف حلقتنا الليله الناقد الفني الدكتور رفيق الصبان. دكتور رفيق اهلا بك معانا. اهلا بك. يعني لو بدانا بهذا العمل الفني وقلنا ان هو واحد من اعمال رأفت الميهي، ويمكن عندما يذكر اسم رأفت الميهي دائما يذكر نوع معين او شكل فني معين. انا عايزه حضرتك دلوقتي اللي تفسره للناس او تقوله للناس، ما هو الشكل الفني المرتبط باسم رأفت الميهي؟ شوفي، نبدأ من الأول، بنقول إن هناك قصة جيدة جدا وتصلح لأن تكون فيلم سينمائي، كتبها الأستاذ فتحي غانم بمقدرته المعتادة وبتكنيكه اللي نعرفه كله. فلما جت هذه القصة إلى رؤية رأفت الميهي، وهي رؤية في الفترة الأخيرة تميزت بكثير من الجرأة وبكثير من التجديد، وأقدر أقول بشيء من الفانتازيا، يعني هو أصبح زي ما يكون رئيس مدرسة فانتازية في السينما. بدأت من أيام فيلم الأفوكادو، وبعد كده استمرت في عدد كبير جدا من الأفلام، اختار فيها أفكار جريئة جدا جدا، وعبر عن مشاكل اجتماعية حساسة بطريقة تختلط فيها الكوميديا بالخيال الجامح، بالحاجات اللي ممكن نقول عليها مش معقولة لكن ممكن تحصل. فلما جت هذه القصة اللي عجبت جدا رأفت الميهي، ما كانش ممكن إلا أنها تدخل في رؤياه، في مطبخه نسميه، لكي تخرج بشكل آخر. فهو طلعها إزاي؟ استعمل طريقة يمكن تكون جديدة جدا على السينما المصرية، أن جاب القصة نفسها وعالجها مرتين. دكتور رفيق، هو ده اللي عايزين نعرفه بالتحديد، ليه من وجهة نظر الأستاذ رأفت اتعالجت مرتين؟ إيه الفرق بين المعالجتين من وجهة نظر حضرتك كناقد؟ أنا هحاول أفسر، لأن طبعا الإبداع عند المخرج دايما هو حاجة دي لها خصوصيتها تماما، يعني رؤية زي ما قلت لك، هو شاف القصة كده وعاوز يعبر عنها. الأدب غير السينما، فهو لما عاوز يمكن لقى فيها قتامة شوية، لقى فيها قسوة شديدة في تقريبا في تطوير الأبطال، فحب يحط الجانب الثاني، الجانب الضاحك، الجانب الفانتازي، عشان يكسر شوية حدة القسوة أو حدة السواد اللي موجود في النقد الاجتماعي وجهه فتحي غانم لمجتمع. لكن هنا حصلت بلبلة، لأن رأفت الميهي بجرأته المعتادة قطع مرحلة شوية جدا غريبة، لأن جاب نفس هذه الشخصيات ما جابهمش بنفس الممثلين، جاب ممثلين تانيين، ممثلين كوميديين كبار تعرف عنهم دايما ان هم ما بمثلوش إلا كوميديا، زي أستاذ يونس شلبي، زي أستاذ نجاح الموجي، وحطوهم في الأدوار اللي بيلعبوها ممثلين برضو عرف عنهم أنهم بيمثلوا أدوار جدية جدا جدا، زي الأستاذ هشام سليم وزي الأستاذ هشام عبد الحميد. فهنا حصل نوع من يجب أن يكون المتفرج يعني واقف على حبل مشدود عشان يقدر يعرف ويميز هذه الشخصيات إزاي اتقلبت لما تغير شكلها الفيزيولوجي حتى، وأصبحت تصرفاتها ورد أفعالها مختلفة. واللي زاد الأمر حيرة هو أن بالنسبة للبطلة الرئيسية فاطمة لم تتغير الشخصية، بقيت ليلى علوي في الجزئين. فده خلق نوع من المتابعة الشديدة جدا بالنسبة للمتفرج عشان يقدر يعرف أين تنتهي حدود الفانتازيا وأين تنتهي حدود الفيلم الجدي أو الميلودراما لو استطاع المسمية. والحقيقة أن أداء الممثلين وأداء السيدة ليلى علوي كان فعلا مركز قوي على هذه النقطة، يعني حاولت جدا أنها تدي بشخصية بنت البلد الملامح الكوميدية والملامح الفانتازية، كما أدت بشخصية المثقفة العقلانية مع نظراتها وحاجات، يعني حاولت برضو هي تكون حد فاصل بين الشخصيتين، وده السبب اللي خلاها تاخد جايزة التمثيل مرتين، مرة في مهرجان القاهرة الدولي مع محكمين أجانب، ومرة في جائزة الفيلم الروائي الذي يقيمه صندوق التنمية كل عام. دكتور رفيق، يمكن زي ما حضرتك قلت انه الاستاذ رأفت الميهي ممكن يكون مدرسه في هذا المجال او تخصص في هذا المجال، وفي الفتره القادمه ان شاء الله هيصبح له تلاميذ في المجال ده. هل تعتقد حضرتك انه ده ما فيهوش اجهاد على عقليه المشاهد او المتفرج، يعني توصيل الامور للمشاهد او المتفرج ممكن يكون فيها هذا القدر من التركيز والعمق؟ هي بالتاكيد فيها حتى ارهاق على العاملين في الفيلم نفسه، عمليه الحد الفاصل اللي حضرتك اتكلمت عنها دي مرهقه جدا، انما احنا يهمنا المشاهد. شوفي، دي هناك مدرستين في السينما المصريه ظهروا من زمان جدا جدا، ناس
مخرجين كبار تزعموا مدرسة إن إحنا يجب أننا نعبر عما في رؤيانا وعما في داخلنا دون النظر إلى هل سيفهم الجمهور أم لا يفهم، وأن الجمهور لابد له أن يفهم، وإذا ما كانش دلوقتي وفي مرحلة قادمة. والأمثلة كثيرة على ذلك من أفلام السينما المصرية الشامخة زي الحرام والبسطجي والباب الحديد وإلى آخره. مثلا يوسف شاهين هو زعيم مدرسة لم يرغب أبدا أن يتنازل عن أسلوبه في سبيل أن يكسب قطاع أكبر من الجمهور. والحقيقة أن بعد سنوات طويلة من إصرار الأستاذ الكبير يوسف شاهين على الستايل بتاعه على أسلوبه وعلى طريقته في التعبير، فعلا الجمهور هو اللي ابتدأ يتبعه وبدأت أفلامه تصبح مفهومة من عدد كبير جدا من الجمهور. ودليل على ذلك أفلامه الأخيرة اللي حققت نجاح جماهيري ما حققتوش الأفلام اللي قبلها. طبقة المثقفين والله حتى شوف بأفلامه الأخيرة بدأت تزداد هذه الطبقة. بالنسبة للأستاذ رأفت تلميذه برضو إصراره الشديد على أن يلتزم بخط أحيانا الجمهور بيتبعه فيه، يعني عنده أفلام عملها زي فيلم مثلا سادة الرجال نجاح جماهير كبير جدا رغم الفكرة الفانتازية العجيبة اللي هو حطها، سيدتي أنيساتي جايز مثلا بسمك لبن تمر هندي كانت دوز الفانتازيا برضو أعلى بكثير مما يطلبه الجمهور. وعلى فكرة الأستاذ رأفت كده بادئ بيعلى بيعلى بيعلى، يعني هو واخد الجمهور بالتدريج لحد مرحلة معينة. بس أنا اللي بيعجبني فيه إن هو مصر على أسلوبه، يعني مش قابل يتراجع عنه. خدي بالك بأن الأفلام اللي ذكرنا أسماءها دلوقتي هو اللي كتب السيناريو بتاعها، يعني هي فكرته من الأصل من أيام الأفوكاتو وهو اللي عمل لها الإعداد السينمائي وهو اللي عمل لها السيناريو والحوار. هنا بقى للجرأة وصلت بأن بقصة مش له، قصة لكاتب كبير جدا زي فتحي غانم وكاتب القصة بأسلوب عادي جدا وأسلوب واقعي تماما، هو أدخلها لأسلوبه السينمائي على أساس أن الأدب حاجة والسينما حاجة تانية، وأني أنا كرأفة ميهي لي أسلوب معين اللي هو عرف عني دلوقتي من خلال 5-6 أفلامي الأخيرة اللي هي الأسلوب الفانتيزي، معناه أني أنا أقدم حتى قصة واقعية بأسلوب فانتازي دون أن أغفل أن أقدم تكريم أو أمج للقصة الأصلية بأن أقدمها بالشكل الذي كتبت فيه في الكتاب، أي زي ما كتبها فتحي غانم، لكن أقدم لها الوجه الآخر وفي نفس الوقت أجبر المتفرج على أن يقارن بين الأسلوبين. دكتور رفيق، في نهاية لقائنا مع حضرتك بنشكرك، وهذا العمل الفني قليل من الحب كثير من العنف. شكرا. أشكرك.